امبارح كان يوم مهم على كل الأصعدة، يعني اللي تابع امبارح وأعتقد كلنا كنا مهتمين وتابعنا اللي حصل امبارح، لأنه حصل أكتر من حاجة. مثلا بالأمس قام سيادة الرئيس بوضع حجر الأساس لمشروع أول قطار كهربائي في مصر، وهو القطار الكهربائي السلام العاشر العاصمة الإدارية، ده بالإضافة طبعا للمحطة التبادلية المركزية عدلي منصور. هتقول لي يعني إيه محطة تبادلية؟ هقول لك دي بتعتبر نموذج للنقل متعدد الوسائط، يعني أنت في المحطة دي بيبقى فيه كذا نوع من النقل أنت ممكن أن أنت بتستعملها من خلال هذه المحطة، يعني تركب القطر وتنزل من القطر، ممكن تركب السوبر جيت، ممكن تركب القطار الكهربائي، ممكن تركب في مواقف سيارات، يعني هي محطة مهمة. لكن امبارح عايزين نقف عند نقطة مهمة قوي عايزة أتكلم فيها. تعالوا نفتكر كده مع بعض شوية أول ما اتعمل مترو الأنفاق. زمان لما اتعمل مترو الأنفاق الخط الأول جبنا مين؟ جبنا فرنسا تعمله، بعدين لما جينا نعمل الخط التاني جبنا اليابان تعمله. لكن خلوني أتكلم بعد الخط الأول والخط التاني دلوقتي، المراحل اللي بعد كده اللي بتتم للمترو كلها بسواعد مصرية خالصة. السواعد المصرية دي مين اللي بيقودها؟ شركة المقاولون العرب بقيادة المهندس محسن صلاح. خليني أتكلم على شركة المقاولون العرب اللي بتعتبر هرم مصر الرابع، والمهندس محسن صلاح بيدير هذه الشبكة من العاملين والموظفين والمهندسين والفنيين والآلات والأدوات، يعني هرم حقيقي. وبتتولى شركة المقاولون العرب أيضا تحالف مصري مشترك لتنفيذ المرحلة الرابعة 4B من الخط الثالث لمترو الأنفاق. ليه؟ عشان نستفيد من الخبرات المكتسبة في مجال تنفيذ مترو الأنفاق، أيضا بنقلل من الاعتماد على الخبرات الأجنبية. والحمد لله الحمد لله حصلت شركة المقاولون العرب على شهادة من التحالف المصري المشترك بعد إنجازها 5,700,000 ساعة عمل. هتقولي الرقم يعني ده رقم عمل، هقول لك لا، هو مش بس الرقم كده، لكن بدون أي إصابات وبمعايير تناسب السلامة والجودة والبيئة العالمية. ده بيؤكد إيه؟ بيؤكد إن المنظومة اللي بيقودها المهندس محسن صلاح منظومة، خليني أقولها بقى باللغة الدارجة بتاعتنا، تظبط عليها الساعة. ولازم كلنا كمصريين نرفع القبعة لكل فرد في المقاولون العرب ونوجه ليهم التحية على حجم الإنجازات اللي بتتم في مصر وبره مصر.